السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومضات من القرآن الموسم الثاني. بنتحدث في هذا البرنامج عن كلمات القرآن، معاني هذه الكلمات ودلالات هذه المعاني. تعلمنا خلال الموسم الأول وخلال الحلقات اللي فاتت أن الكلمة الواحدة من كلمات القرآن قد تحمل أكثر من معنى حسب موضعها في الآية الكريمة وحسب ما قبلها وما بعدها. لذلك يجب على المسلم وهو يتدبر كتاب الله أن هو يتأمل كل هذه المعاني، ويعني يكون واعي بالسياق والسباق زي ما فضلت الشيخ قال في حلقات سابقة، ما سبق الكلمة وما بعدها، حتى يفهم المعنى التي تدل عليه هذه الآيات. طبعا إعجاز كبير جدا، والقرآن هو كتاب مبارك وهو كتاب بركة ورحمة ونور، وإن شاء الله احنا يعني نتمنى جميعا أن ربنا إن شاء الله يجعلنا من أهل القرآن إن شاء الله ويتقبل منا صالح الأعمال. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق، والأعزة الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام دكتور. طبعا دكتورنا يعني اليوم ومضة اليوم هي الخير، معنى كلمة الخير في القرآن الكريم. وطبعا كلمة الخير أو الخير يعني وردت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، لعل مثلا منها ولتكن منكم يعني أمة يدعون إلى الخير. صحيح. في سورة آل عمران أيضا، في سورة في آية أخرى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومواضع أيضا أخرى كثيرة دكتور الحقيقة. إن شاء الله نطلع من حضرتك على هذه المواضع. فبداية يعني كلمة الخير كم مرة ذكرت في القرآن دكتور، أو يعني في أي صور يعني؟ حاضر إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرق مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمة بسرمة بدوامك، ومع كل حدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتبنا اللهم من الحامدين، واكتب لنا مثل هذا الحمد وعددا، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أفضل عبادك يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة الله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واختم لنا بها، حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحييتنا، وعصمنا بمنك وطولك وفضلك ما أحييتنا من نواقضها ونقائضها، فلا عاصم إلا أنت. واختم اللهم لي وللمشاهدين الأحبة وللمسلمين جميعا في علمك في ملكك في دوامك، اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا باسمك الأعظم في علمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، استبشارا وتفاؤلا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، الله صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق، ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، وهكذا دوليك في مثلي في مثلي، وهكذا دوليك صرمدا في صرمة بدوامك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس به. اللهم آمين. آمين يا رب. آمين يا رب. وبعد، فمع القرآن، مع القرآن وإلى القرآن، وبالقرآن نحيا يا رب، جعلنا إن شاء الله نستجيب لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحييكم. يعني دكتور القرآن حياة، بمعنى حياة يعني. نعم نعم، يعني المسلم بدون القرآن يكون كأنه ميت. النص يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله. لا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فالقرآن حياة. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو ربه فيقول اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. معلوم يعني إذا كان الربيع فصل من فصول السنة فيه تورق الأشجار وتثمر الثمار وتخرج الأزهار، ده فصل الربيع في السنة، فما بالك بربيع البشرية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام، وما بالك بربيع الخلق أجمعين القرآن الكريم. ولعلنا قلنا في حلقة سابقة من حلقات هذا الموسم المبارك الموسم الثاني، قلنا للقرآن الكريم أسماء أربعة، أسماء أربعة. أي نعم. أما الصفات فنتحدث عنها في وقت لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلنا من هذه الأسماء القرآن، اثنين الفرقان. أي نعم. ثلاثة الكتاب، أربعة الذكر. أي نعم. يبقى القرآن والفرقان وبعدين الكاف الكتاب والذكر. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول عن الفرقان مما يدل على أنه ربيع الخلق أجمعين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لإيه؟ للعالمين نذيرا. للعالمين، العالمين جميع عالم، عالم الإنس وعالم الجن، في عالم حتى عالم الملائكة، حتى عالم الملائكة أرسل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل إلى الثقلين وأرسل كذلك إلى الملائكة. أي نعم. وكذلك قوله تعالى في الرحمة اللي تحدثنا في حلقة من هذا الموسم المبارك عن بعض معانيها في القرآن الكريم، وقلنا من معاني الرحمة النبوة. صحيح. والآية الدالة على ذلك سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة. والنص يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. أين. حديثنا اليوم عن الخير في القرآن الكريم. الخير كلمة ليست بغريبة على أذهان المستمعين والمشاهدين. بالضبط. كلمة محببة، كلمة مرغوبة، يعني محبوبة ومرغوبة أن تسمع وأن تقال وأن تفعل. والخير أقوال وأفعال. فما هو الخير؟ الخير في معاجم اللغة اسم لكل ممدوح ومرغوب فيه. كل شيء حلو يعني. كل شيء حلو ممدوح ومرغوب فيه. مرغوب فيه بالظرفية فيه وليس مرغوبا عنه. محبب للنفس يعني دكتور. أيوة. أيوة. ولذلك هنا دقائق اللغة العربية. دقيق العربية، مرغوب فيه غير مرغوب عنه. ولذا المرغوب عنه يعني النفس تنفر منه. اسمع ما يقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم. عن ملة إبراهيم. عن مل يعني ينفر. يعني معناها دكتور ان هي العكس، يعني يرغب فيه عكس يرغب عنه. شوف بقى دقائق اللغة، مع ان فيه حرف جر وعن حرف جر. ولكن المعنى في غير المعنى عن. أي نعم. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وتحدثنا في الحلقة الثالثة عن معاني المعروف، وقلنا إن من معاني المعروف إيه؟ يعني العدة الحسنة. العدة الحسنة، وقلنا إن العدة الحسنة الوعد الحسن، لما مر عليك مسكين أو سائل أو فقير أو محتاج أو بائس ويسألك ولا تجد يعني إيه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى له قل لا أجد ما أحملكم عليه. أي نعم. لا أجد ما أحملكم عليه، فتعطوله وعد حسن، وعد حسن تصرفه. يعني مر عنا بعد يعني بعد غد، مر عنا غدا. أي نعم. إن شاء الله يسر الله لنا ولك. أي نعم. رزقنا الله تعالى وإياك بغير حساب وغير لا نحتسب. وعد حسن. يعني دكتور الخير هو كل شيء محبب دكتور للنفس زي ما حضرتك ذكرت. أيوة. للنفس السوية. للنفس السوية. اي نعم. اي ليس كل نفس، لان النفس الخبيثة ترغب في الخبيث. اي نعم.
والنفس الطيبة ترغب في الطيب، ولذلك قال تعالى في سورة النور: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك هم المبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أي نعم. فالخير إذا تعريف العلماء معاجم اللغة عندنا أستاذ طارق حبيبي اللي هو كل شيء محبب. طب هنا وقت دكتور نقطة أساسية، وهي طبعا يعني أنا خلال تحضيري لمعنى الخير في القرآن الكريم الحقيقة كان في الكثير من الآيات اللي تتحدث عن الخير، حتى إن يعني في هذا المقال اللي انا يعني بحثت عنه دكتور يعني بيقول الكاتب بان يعني ذكر لفظ الخير في القرآن الكريم ما يقرب من 180 مره، وبيقول ان جاء في معظم هذه المرات كاسم يعني، وهناك بعض الآيات كامثله زي قول الله عز وجل: ذلكم خير لكم، او وربك يخلق ما يشاء ويختار، حتى هذه الايه يعني. ولفظ الخير ايضا يعني تحدث عن مساله الاصل اللغوي ليه، ان هو يدل على العطف والميل، وان الخير هذا ضد الشر. طبعا كل هذه المعاني ان شاء الله دكتور يعني نتعرف منها على يعني على مغزاها من خلال حضرتك ان شاء الله، لكن هو السؤال او الحاجه اللي بتيجي في ذهن الانسان يعني الاسلام جاء لخير البشريه ولخير الناس، والخير يعني يمكن ده هدف كبير وسامي لكل مسلم ان هو يصل الى الخير، سواء خيري احنا دايما بندعى حتى ان ربنا يرزقنا خيري الدنيا والاخره، يعني افضل ما في الدنيا وافضل ما في الاخره ان شاء الله، وربنا يجعلنا جميعا ان شاء الله من الفائزين في الدارين، وطبعا في شهر رمضان ان شاء الله نكون من العتقاء من النار يا رب من اغفر اليوم. لكن دكتور السؤال هو حول مساله لماذا تعدد هذا لفظ الخير في القران الكريم كل هذه المرات الكثيره، وهل في كل هذه المرات ورد بمعنى يعني الشيء المحبب لنفس ما حضرتك ذكرته، ولا أيضا بيختلف معنى الخير حسب المكان، بحيث أنه ممكن يأتي بمعنى مخالف لطبيعة الاسم نفسه مثلا أو شيء؟ استكمالا بس يا أخ طارق حبيبي، قلنا معنى كلمة الخير في معاجم اللغة. أي نعم، معاجم اللغة، وعندنا علم يسمى علم فقه اللغة. ده علم يسمى يعني من علوم الآلة، مثل علم الصرف، مثل علم النحو، مثل علم البلاغة، مثل علم الأصول، دي كلها علوم تسمى علوم الآلة. يعني إيه الآلة؟ يعني الآلات والأدوات التي يفهم بها كتاب الله ويفهم بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا الخير اسم لكل ممدوح ومرغوب فيه. أي نعم. للنفس السوية، لأنه النفس السوية التي ترغب في الشيء الخير والشيء الطيب، وكما قلنا الآية الكريمة في سورة النور: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والخير أيضا من معاني الخير الكرم. الكرم، أيوة، من معاني الخير الكرم. أي نعم. فلان يعني لم نرى منه إلا كل خير، يعني الكرم. واللفظة الثالثة في هذا المقام الاستخارة. الاستخارة، الاستخارة. يعني الرسول في الحديث الصحيح كان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. تقصد دعاء الاستخارة دكتور؟ الاستخارة، أيوة. لا، الاستخارة نفسها اللي هي كصلاة ودعاء. كصلاة ودعاء. الحديث كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. ودكتور هي الصيغة بتاعت الاستخارة دكتور، اللي هي ان المسلم يصلي ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة. أيوة، هو الحديث هو: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم، ها يعني أنا عزمت أن أقوم، طبعا في فرق بين الهم والعزم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. هذه الأصل والدليل للحديث ذكرته اللي هم صلاة ركعتين. أي نعم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ركعتان خاصتان تسمى ركعتا الاستخارة. فدي صلاة معلومة في كتب الفقه على المذاهب الأربعة عند أهل السنة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلم، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيب. وبعدين يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي، هذا محل الشاهد، خيرا لي في ديني ودنياي. وهذا هنا معنى لطيف، إن الخير في الدين وفي الدنيا الذي جاء به الشرع. إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمى الأمر مثلا إذا كان حالة زواج مثلا على سبيل المثال، يعني هيتزوج عفوا مين، حصة ولا خلود ولا مريم ولا أيما، يسميها أو الفتاة نفسها متقدم إليها شاب، محمد ولا علي ولا
بلاش اقول الاسم الاستاذ طارق خلاص. فهي تستخير تقول اللهم ان كنت تعلم، ان كنت تعلم ان زواجي من فلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله، فاقدره لي ويسر وبارك لي فيه. والعكس بقى، وان كنت تعلم ان هذا الامر شرا لي في ديني ودنياي. فخلاصه القول الاستخاره هي ايه؟ ان يسال العبد الله تعالى خير الامرين. خير الامرين. الوقت طالب مثلا في الثانويه، في الصف الاول الثانوي، الصف الاول الثانوي يعني يكاد يكون في معظم مناهج وزاره التربيه والتعليم في العالم العربي وربما غير كذلك، ان الصف الاول الثانوي علوم عامه. ايوه. لكن بعد الصف الاول الثانوي بيتخصص اما ادبي واما علمي. لا يوجد نص عندي في القران الكريم يقول ان قسم علمي افضل وقسم ادبي افضل. لا يوجد نص يقول ان قسم علمي خير وقسم ادبي خير. لا، صح العلم كله خير، لكن حسب سوق العمل والمستقبل. فبالتالي هنا، ولذلك هنا نقطة مهمة جدا، الاستخارة تكون في أمر لا نص فيه، لكن فيه نص لا يحتاج الأمر استخارة. يعني لا يأتي مسلم يقول مثلا يستخير يصلي أو لا يصلي. صح يا أخي معايا أختارك؟ معك دكتور. نعم أيوة. إنما الاستخارة تكون في أمر لا نص فيه، لا في القرآن ولا في السنة. فلذلك يصلي الطالب اللي خد سنة أولى ثانوي ومعدي سنة تانية ثانوي، يستخير يصلي ركعتين، يا ترى القسم الأدبي خير ولا القسم العلمي خير، واللي ربنا يشرح صدره إليه بعد صدر الاستخارة يقدم عليه. وخير من هذا ويعني أيسر من هذا، عفوا استغفر الله، يعني أيسر من هذا كله، لأن ده يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى صلاة ودعاء. قد لا يحفظ الدعاء، قد لا تحفظ الدعاء، قد لا يحفظ هو الدعاء. أيوة. يكتب من قوله اللهم خير لي واختر لي. باختصار شديد. اللهم خير لي واختر لي. باختصار شديد. ومناسبة في هذا البرنامج أحيي هذه السنة. وهذا الأثر وارد بعض الآثار، اللهم خير لي واختر لي. أي نعم. باختصار شديد. هو دكتور لا يعني تحتاج يمكن... اسمح لي. لا تحتاج إلى وضوء، لا تحتاج إلى صلاة، لا ت... وبعدين في القيام، في القعود، في الركوع، في السجود، آيم نايم داخل خارج، على أي حال يقول هذا الدعاء باختصار اللهم خير لي واختر لي. وهنا دكتور يمكن يعني كنت أسأل حضرتك على حاجة، اللي هي نقطة أحيانا المسلم يعني بيدعو دعاء مثلا من أمر الدنيا، هو ما يعرفش هو خير ليه ولا شر، فيمكن يعني كلمة اللهم خير لي واختر لي أو هذا الدعاء دكتور تكون حل لهذا الموضوع جدا. ما هو الاستخارة إيه يا أخي طارق حبيبي؟ ما هو بيقول إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه مقدم على تجارة، مقدم على سفر، وما يعرفش على سفر. معايا؟ وما يعرفش يعني هل هي خير ولا شر ليه؟ أي ما يعرفش. لا توجد عنده قرائن. لا توجد عنده قرائن، لأن القرائن والعلامات والأمارات ترجح له هذا الأمر خير أو هذا الأمر غير خير. فبالتالي يقول في هذا نص الحديث النبوي الصحيح، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه خيرا لي في دين ودنه، ويكمل الدعاء. قلنا أقصر من ذلك، اللهم خير لي واختر لي، لا يعني ذلك أننا نرغب عن ما صح به الحديث من إذا هم أحدكم الأمر، لا، هذا ورد وهذا ورد. آتي بقى إلى صلب موضوع حلقة اليوم، الخير في القرآن الكريم. نقولنا صلب مادة، المادة العلمية لهذا البرنامج، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. أي نعم، للكلمات ومعانيها يعني دكتور. ليه أيوة. كلمته معانيها. يعني النظائر اللي هي الالفاظ. أيوة. والوجوه اللي هي المعاني، باختصار شديد. نعم. ايوه. فعندنا لفظ الخير ورد في القران الكريم مرات عده كثيره جدا. اي نعم. لكن المعاني ارجو تركز معايا وافتح لي صدرك ووقتك معاك دكتور. الخير ورد في القران الكريم على 22 وجها. يعني 22 معنى. 22 معنى. وكلمة عامة. أيوة. أولها الإيمان. أولها الإيمان. ومنه قوله تعالى في كتاب الكريم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. ومنها قوله تعالى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أي نعم. وفي هود، لن يؤتيهم الله خيرا. النصوص الثلاثة هذه في الأنفال وفي هود وفي غيرها، الخير المقصود به الإيمان. لو رجعنا إلى الآية الأولى، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، بدايتها إيه؟ بداية المقطع دي، الذين لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى جماعة ما فيش فيهم خير أصلا. فيش فيهم إيمان.
ما فيش يوم امل للايمان اطلاقا. وحتى لو سمعوا، وليه قال السمع؟ ولذلك اهل النار والعياذ بالله، اهل النار كما في سورة الملك، ونبهنا في حلقه سابقه من هذا الموسم المبارك الى ان احياء سنه قراءه سورة الملك كل ليله. اهل النار وهم في النار على اي شيء ندموا؟ ندموا على انهم لم يسمعوا ولم يعقلوا. وقدم السمع على العقل. ليه؟ لان السمع الاداه الاولى والوسيله الاولى للدخول في الاسلام. ولذلك يقولون وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا أيوة. في اصحاب السعير. ايوه نسمع او نعقل. ليه السمع؟ لان السمع طريق النقل. النقل هو ايه؟ النص القراني والنص النبوي. هيسمع القران، واذا قرأ القران فاستمعوا له. ان وقول الجن ان سمعنا قرانا عجبا. سمعنا كتاب، شوف كل ده سماع. سمعنا كتابا انزلنا بعد موسى، السمع الاول وبعدين العقل بقى. ولذلك يعني السبيل لاقامه الله تعالى الحجه على خلقه النقل والعقل. النقل والعقل. فطريقه اقامه الحجه الله على خلقه ان المنقول والمعقول. فلذلك اهل النار قالوا لو كنا نسمع ونعقل. يبقى هذا المعنى الاول من معاني القل في القران بمعنى ايه؟ معنى الايمان. الايمان. الثاني الاسلام. ومنه قوله تعالى في القلم مناع للخير. مناع، لم يقل مانع، انما قال مناع. هل في فرق بين مانع ومناع؟ ما الفرق دكتور؟ ايوه، مانع اسم فاعل. ممكن منع مره وخلاص، منع مرتين. لكن مناع صيغة بلاء على وزن فعال، يعني يمنع كثيرا ما يمنع الخير. كثير المنع. كثير المنع للخير. ما المقصود بالخير هنا؟ المقصود بالخير هنا الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام. يبقى هنا هذا المعنى الثاني للخير في القرآن الكريم. ما الدليل الآية دي؟ إيه سبب نزول الآية؟ كما قلنا من علوم القرآن الكريم علم أسباب النزول. علم أسباب النزول يعين على فهم الآية. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة. ايوه، كان يمنع ابني اخيه من الدخول في الاسلام. يمنع ابني اخيه في الدخول في الاسلام، وكان طبعا يعني ايه عفوا يسب الرسول ويقع في الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وربنا سبحانه وبعدين وصف الرسول بانه ساحر. والقانون الالهي ان الحسنه بكام يا استاذ طارق حبيبي؟ بعشر امثالها. ايوه. واللي يسيء الى النبي عليه الصلاه والسلام يكون الايه؟ يكون العقوبه بعشره. دي خاصه بس للنبي يا دكتور. ايوه. ولذلك شوف بقى هنا الايه ايه؟ يعني هو قال عن الرسول ساحر. وقال عن الرسول اساطير الاولين، تمام كده؟ أيوة. اسمع ما ذكر الله تعالى من اوصافه. يعني النص يقول تعالى في سوره القلم: ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. يعني انت كان ممكن جدا يكفي نفسه هذه الفضائح. يعني حلاف ومهين. حلاف يعني كثير، بيحلف كثير. يعني مش هحلف انا يعني، وبعدين والله خلاص كده. مهين، هو الانسان يحلف ليه؟ هو حاسب المهانه في داخله، ويعني بيقول لك كاد المريب ان يقول ايه؟ خذوني. مهين. هماز يهمز، والنص يقول ويل لكل ايه؟ ويل لكل همزه اللمزه. هماز مشاء بنميم. مشاء، لم يقل ماشي انما قال مشاء. مشاء بنميم. يعني كثير المشي بالنميمة. مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. يعني يعني أتى من سفاح ولم يأتي من نكاح. شوف كل ذلك. الشاهد عندي أن المعنى كلمة الخير في هذه الآية، المعنى الثاني في هذه الحلقة، أن من معاني الخير الإسلام. مناع الخير يعني يمنع من الدخول في الإسلام. المعنى الثالث. دكتور قبل أن نروح المعنى التالي دكتور، معلش ان انا استوقفك هنا، لان احيانا بعض المشاهدين ممكن يقولوا طب ايه الفرق بين الاسلام والايمان بشكل موجز يعني؟ طيب عظمه. كلاهما دين.
كلاهما دين، ولكن الإسلام هو الشكل الظاهر للدين، الشكل الظاهري، الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة للدين، والإيمان الصورة الباطنة، الصورة الباطنة. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري: من استقبل قبلتنا، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. لأن هو ظاهره على الدين، استقبال القبلة، أدي واحد، وأكل ذبيحة المسلمين. أيوة. لأن المسلم لا يأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وبعدين الحديث الصحيح المشهور، الحديث المشهور اللي هو حديث إيه؟ حديث جبريل، حديث سيدنا عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وأسند ركبتي إلى ركبتي، وضع كفيه على فخذه، وقال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي نعم. دي ظاهرة ولا باطنة؟ الشهادة ظاهرة. ظاهرة. أو نعم. وأن تقيم الصلاة، إقام الصلاة ظاهر ولا باطن؟ ظاهرة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ طبعا قال له: صدقت. صدقت. يعني بيسأله بصح الإجابة، تصعيف فوري. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، يؤمن بالله. قلنا الإيمان نوعان: إيمان بالله وإيمان لله. إيمان بالله اللي هو التصديق، التصديق ده عمل قلبي. ولعلي قلت في حلقة سابقة من هذا البرنامج أو برنامج يستفتونك، مع هذا العمر ومع هذه، مع العيش مع كتاب الله وسنة رسول الله، وأنا في العشرة فوق السبع، في العشرة الثامنة من عمر الآن، العشرة الثامنة من عمر الآن، الإسلام يا الله واجمعين يا رب، وكل من يقول آمين. الإسلام يا أحبائي مشاهدي هذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله، الإسلام يتلخص في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما. كلمتان اثنتان لا ثالث لهما. خذوا هاتين الكلمتين واحفظوهما جيدا. ملخص الإسلام، ملخص الإسلام كله في كلمتين. ملخص الإسلام كله يا أستاذ طارق حبيبي. انظروا إلى الأحزاب، إلى الأفراد، إلى الأنظمة، إلى الشعوب، إلى الشرائح، إلى جميع طوائف المجتمع، إلى جميع البشر. من عنده هاتان فهو كاملتان تامتان فهو المسلم حقا. ومن اختلت واحدة منهما يبقى عنده اختلف الدين. ما هما؟ واحد التصديق القلبي. ده اللي هو الإيمان. التصديق. لا التصديق بس. التصديق. أيوة. التصديق قد يكون قلبيا وقد يكون ظاهريا وعمليا. أيوة. اثنين التطبيق. التطبيق اللي هو العمل يعني. العمل بس. هذا الكلام ليس بجديد. أيوة. ليس بجديد، لكن أرجو أحبائي أن يحفظوا: الإسلام تصديق وتطبيق. أضرب مثال بسيط جدا. مثال بسيط جدا: من المسلمين اللي هم عددهم الآن كام الآن يا أستاذ طارق دلوقتي؟ 2 مليار ولا كامل؟ كثير دكتور، يمكن 2 مليار، يمكن مليار ونص ولا حاجة. من من المسلمين حق الإسلام لم يسمع في أذان الفجر التثويب: الصلاة خير من النوم؟ في حد لم يسمع بهذا؟ لا كثير، يعني المسلمين كلهم. تمام يعني. طيب السؤال هنا: أنت مصدق ولا غير مصدق؟ مصدق أن الصلاة خير من النوم ولا غير مصدق؟ مصدق إن شاء الله. مصدق؟ أيوة. يبقى أدي الجزء، أدي الكلمة الأولى، الجانب الأولاني. يبقى بعد ذلك إيه؟ التطبيق، أنك تسيب الأم وتقوم. أيوة. هل طبقت؟ هل فعلا بنقوم لصلاة الفجر فعلا؟ إذا إحنا صدقنا وأيقنا أن الصلاة خير من النوم، هل نحرص جميعا على هذا الخير؟ اللي ربنا يعني أرسل رسوله وأرسل مناديه ينادي: الصلاة خير من النوم ولا لا؟ شوف عدد المسلمين في صلاة الفجر. صحيح. خذ في السياسة، خذ في السياسة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل لي بالله عليك، السياسي في وزراء، وزراء الخارجية في العالم الإسلامي كله المسلمين حقا، هل قرأوا هذه الآية ولم يقرأوها؟ السؤال هنا: ولن ترضى، هل هم يصدقون كلام الله هذا ولا لا يصدقوه؟ يصدقوه. يبقى يطبقوه. أيوة. فين التطبيق؟ التطبيق إيه؟ يبقى لا يحالف، لا يوالي، لا يطبع. صحيح. لا يطبع ولا يوالي. خذ في الحياة الزوجية. في الحياة الزوجية. ده يعني أمثلة كتير دكتور. أمثلة كثير جدا. صحيح. بعدين هم الحديث، أختم إجابة على سؤال حضرتك: الإسلام يبقى هو الإيه؟ الصورة الظاهرية للدين. والإيمان هو الإسلام.
والصورة الباطنية للإسلام للدين هي الإيمان، ولكن بينهما تطابق، ولذلك من كان منه بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان منه بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان منه بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني معناها دكتور إن الإيمان له علامات ظاهرية تظهر في سلوك الإنسان. الإسلام له علامات ظاهرة. أيوة. فالمهم إحنا ذكرنا الآن معنيين من معاني الخلف في القرآن الكريم من المعاني 22. المعنى الأول الإيمان والمعنى الثاني الإسلام على ضوء الأدلة التي ذكرنا. المعنى الثالث، المعنى الثالث معاني الخلف في الإسلام في القرآن الكريم المال. 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 نعم. البزنس يعني. حبيبي. الفلوس والتجارة وكذا. الرز يا حبيبي. ولذلك يقول تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إيه إن ترك خيرا. خيرا بمعنى المال. المال هنا لأن إن ترك ما هو الوقت في موت وترك، ترك إيه بقى؟ كتب عليكم. ذكرت دكتور بأن يعني لفظ الخير في يعني ليه 22 معنى مختلف من ال 22 معنى دول. يعني حضرتك ذكرت معنى الإيمان ومعنى الإسلام، والآن احنا في المعنى الثالث اللي هو معنى المال يعني أو الرزق. حضرتك سمعني دكتور؟ أيوة. تفضل دكتور. معان حضرتك. سمعك تفضل دكتور. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الخير هنا هو المال، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن هنا نقطة مهمة. معايا أخي طارق؟ معك دكتور. نعم. أيوة، الخير هنا قلنا المال، ولكن يوصي بالمال لمين؟ الآية بتقول الوصية للوالدين والأقربين. أيوة، الوصية هنا للوالدين غير الورثة، والأقربين غير الورثة. طب ازاي دكتور هيكون والدين غير ورثة؟ يعني مثلا لو كان يعني ازاي تحصل؟ أيوة، الوقت عندنا موانع الإرث إيه يا أخي طارق في الحديث الشريف الصحيح؟ موانع الإرث الرق. الرق. يعني ممكن والعد عفوا الرق ادي واحد. اثنين القتل. القتل يعني واحد شاف ابوه عنده خير كتير، شاف ابوه عنده خير كتير وعايز ياخد مال ابوه. فبالتالي استطال حياه ابوه. فاستعجل على ميراثه ويقتل اباه لكي يمنع بقى دكتور. ده عقابا ليه يمنع؟ ايوه يمنع. الفقهاء يقولون يعامل بنقيض قصده فيحرم من الميراث. يبقى القتل والرق. يعني عفوا الوقت سيد موجود وله عبد، عنده عبد، اذا وجد هذا الامر طيب العبد وما يملكه ملك لسيده. فلو مات، لو مات لا يرثه. يعني لانه المال مال العبد، ولكن المالك له الحقيقي من؟ السيد. فلو مات السيد. المانع الثالث، اختلاف الدين. اختلاف الدين يعني ولد مسلم عنده خير ربنا، عنده مال بهذا المعنى الثالث. الولد ده أبوه مات، أو الولد ده مات نفسه والأب كافر. هنا يحرم أبوه من الميراث. اختلاف الدين. يبقى أدي موانع ثلاثة. طيب في الحالة دي، لما الولد يكون عنده مال، الولد عنده مال ومات، أبوه لا يرثه. ممكن يوصله. ممكن يوصله. هنا يوصله ليه؟ حتى لو كان كافر يعني دكتور في هذا المثال يعني. حتى أقصد يعني حتى لو كان على غير ملة الإسلام وفقا لهذا المثال يعني. أيوة، ما هنا يوصله بقى، يكتب له وصية. أيوة. إيه الفرق بين الوصية؟ أولا إيه المانع؟ ليه لا يرثه؟ قلنا الحديث. طيب وبعدين قلنا الحديث موانع الإرثي، يعني القتل والإيه، القتل والرق واختلاف الدين. والرق وتغيير الدين. نعم، خلاص كده. قال الأمور الثلاثة دي. أيضا الحديث الشريف الصحيح لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. لأنه الوقت لو كان يرث فيه وبعدين جه كتب له وصية، الوقت اللي هيرث وهو ما فيش مانع عنده موانع الإرث هياخد نصيبه في الميراث. وكون المتوفى يكتب له وصية يبقى سيزيد نصيبه الوارث هذا عن بقية الورثة. فقد يغر الصدور يعني.
فيغر الصدور وبالتالي يزيد أحدهم عن الآخر بهذا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية للوالد. فإذا كان الأب غير مسلم الولد ممكن المسلم يترك لأبوه وصية، والوصية برضو في حدود. هنا دكتور نقطة، هل يدخل تحت هذا الكلام دكتور حكم الوصية الواجبة اللي بتكون موجودة في مصر أحيانا؟ مثلا لو الابن مات في وفاة الوالد وفي حفيد، فاحيانا بيبقى في وصيه واجبه لهذا الحفيد. دي وضع ثاني اخصارك، لان هنا هم الاولاد دول اللي هم اولاد الابن المتوفى في حياه ابيه. يعني لو لهم عمهم بيحجبهم. العم عمهم بيحجبهم حجب حرمان، لا يرثوا شيء، لكن ممكن جدهم يوصي لهم. يمكن الوصيه لهم، بس هذه الوصيه اختياريه دكتور، يعني ليست اجبارا على الجد يعني. لا الوصيه شرعيه واجبه يا حضرتك حبيبي. واجبة. الحديث الصحيح. قلنا الايه القرانيه كتب عليك، قلت لحضرتك لو تذكر منذ قليل قلت ايه؟ كتب عليكم الصيام. اي نعم. مثل كتب عليكم القتال، اختهما كتب عليكم اذا حضر احدكم موته. ان ترك غير الوصيه. كتب هنا بمعنى فرض. وبالتالي تبقى وصية مفروضة. وأيضا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني دكتور معنى الوصية فرض الوصية في المال، طب ما هو ربنا محدد المواريث، يعني أنا ليه أدخل ووصي مثلا لبعض الأقارب أو كده؟ أي ما هو الوصية قلنا يا أستاذ طارق حبيب لغير الوارث. عشان يبقى الكل مرضي يعني دكتور، يعني كل من له علاقة. التركة تولى الله تعالى من فوق سبع سماوات توزيعها. نعم. فقال تعالى في النساء للرجال على سبيل الإجمال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، ثم ختم الآية بقوله نصيبا مفروضا. وبعدين بعد كده قال يوصيكم الله، شرح بقى الإجمال ده في الآيتين 11 و12. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وفي الآخر يقول وصية من الله، وبعدين يقول تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يبقى ربنا هو اللي حدد المواريث وسماها نصيبا وسماها مفروض وسماها فريضة وسماها حد وسماها وصية. أما الوصية بقى اللي تكون من أهل الخير، هذه وصية لغير الوارث. لغير الوارث. طيب فهمت يا دكتور، ويكون في حدود التلت مش كده؟ في حدود لا تتعدى تلت التركة، لا يزيد عن الثلث، لا يزيد عن الثلث حتى لا يقع جر. ولذلك من 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 سوء الخاتمة والعياذ بالله إن بعض الناس يكون عنده خير بهذا المعنى الثالث لمعنى خف قناة كامل اللي هو المال، وبعدين أخريات حياته يجر في الوصية. يجور في الوصية، يعني يظلم أو يحف الوصية فيوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لبعض الأولاد دون البعض الآخر. الحديث الصحيح يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعمل. ورواية أخرى فيها عبارة مهمة جدا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. دي نقطة مهمة جدا. حديث عفوا يعني عجيب جدا قرأته سبحان الله. فيما في ظاهر هذا الرجل للناس من أهل الجنة. ولذلك حديث يقوله إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فيما يبدو للناس، حتى إذا إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا إيه حتى يجور في وصيته فيختم له بخاتمة أهل النار. ربنا يستر. يزور في الوصية. يبقى إذا كده دكتور المعنى الثالث اللي هو المال. المعنى الثالث هو المال. قلنا قوله تعالى الآية 180 و181 و182 سورة البقرة، وقوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآخرة. المعنى الرابع العافية. العافية، ربنا يرزقنا العفو والعافية يا رب. أيوة، من معاني الخير في القرآن الكريم العافية. ومنها قوله تعالى وإن يمسسك بخير فلا إيه فلا ممسك له فلا راد لفضله. والآية الأخرى وإن يردك بخير في سورة يونس وإن يردك بخير فلا راد لفضله. العافية. دكتور احنا معانا 3 دقائق من وقت الحلقة دكتور إن شاء الله يعني. طيب أنا والله مبسوط جدا وسعيد بي يعني، وبنستفيد من حضرتك كتير والله يعني، مش لازم ناخد ال 22 معنا بس يعني ان شاء الله نستفيد باذن الله. اعمل فوق قول لي بس ال 22 اعمل فوق ايه؟
إن شاء الله يعني ربنا يقدر الخير. يعني مائدة القرآن يعني نعيش حولها، حد بيشبع؟ لا يعني لا يشبع الأتقياء ولا يشبع من العلماء ولا يخلق على كثرة الرب كما وصف سيدنا علي. طيب المعنى قلنا الرابع العافية، المعنى الخامس، المعنى الخامس الأجر. الأجر من معاني الخير الأجر، الثواب يعني، اللي هو الثواب. ودليله قوله تعالى في سورة الحج بعد ما تحدث عن مناسك الحج في سورة الحج من أول قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيله والمسجد الحرام إلى أن يقول تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هنا الخير الأجر. المعنى السادس من معاني الخير في القرآن الكريم الأفضل. الأفضل. قال تعالى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفضل الراحمين. أيوة. وخير الرازقين. أفضل وخير الحاكمين. هذه الثلاثة، خير الراحمين، خير الرازقين، خير الحاكمين، الأفضل. المعنى السابع الطعام. الطعام بمعنى الأكل يعني. من معاني الخير الطعام. وعلى ذلك قوله تعالى في القصص، انظر يعني شوف كلام الله موسى من أولي العزم. يعني لما يسقي الأغنام للفتاتين وبعدين يعني فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إيه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله يا الله، كليم الله، كليم الله يدعو ربه فيقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني يحاصر في شعب أبي طالب ويمنع عنه الطعام ثلاث سنوات حتى أكله أصحابه ورق الشجر، وبينما أبو جهل وأبو لهب وغيرهم يمتعون وينعمون ولا يطاردون ولا يحاربون ولا يشردون، بينما صفة الخلق وحبيب الحق يبتلى. فالمعنى السابع من معاني الخير في القرآن الكريم الطعام. طب دكتور احنا بس يعني ما عادش غير أقل من دقيقة واحدة، فاحنا لو ندعو ربنا دكتور إن شاء الله ربنا يجعلنا من أهل الخير في ختام الحلقة. ونكون من أهل العافية، وإن شاء الله نكون من أهل القرآن جميعا يا رب. طيب والخير، الخير باقي، الخير باقي، الخير باقي طبعا دكتور، يعني هو الخير هينتهي ابدا. طيب نسال الله تعالى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزله، باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزله، اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزله، نسالك جمعه وقرانه، نسالك جمعه وقرانه، نسالك جمعه وقرانه. اللهم انا نسالك ان تجمعه في قلوبنا وصدورنا وعلى السنتنا حسن التلاوه وعلى جوارحنا حسن العمل به، واجعله دستور حياتنا وذهاب همومنا وغممنا وربيع قلوبنا، باسمائك الحسنى اجعله حجة لنا لا علينا، شفيعا لنا يوم القيامة، قائدا الى الجنة، واجعله سائقا الى النار. هذا والى حلقة قادمة ان شاء الله استكمل فيها باقي معاني الخير في القرآن الكريم. فإلى ذلك وملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امين امين، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، ربنا يجعلنا ان شاء الله جميعا من اهل الخير ويرزقنا العفو والعافية يا رب ان شاء الله. فنهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وطبعا الشكر موصول أيضا لحضراتكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.